للمزيد من التفاصيل في هذه القضية بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق الصنوطي الخبير في الشؤون الأسيوية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. لماذا يتجدد كل فترة الحديث عن الصين وتايوان وهذه المشكلة والشد والجذب وتحديدا واشنطن وهي على الطريق طبعا مع مجموعة من التصريحات التي ظهرت من الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بهذا الصدد؟ أولا لابد من القول أن العلاقات الأمريكية الصينية علاقات متعددة ومتشعبة في مجالات عديدة، والعلاقات الأمريكية الصينية يمكن أن نطلق عليها أنها ليست علاقات ثنائية فقط، وإنما هي علاقات متعددة في الأطراف أيضا. هناك نقاط قوة كبيرة جدا في الجانب الأمريكي ونقاط قوة أيضا في الجانب الصيني. هناك ملفات تعلقة بين الجانبين متعددة، ولكن أهم هذه الملفات هو ملف تايوان. ملف تايوان من فترة أخرى يظهر على السطح وبشكل واضح وكبير جدا، ولا تخلو أي مناقشات أو أي لقاءات بين أي مسؤولين سواء على مستوى الولايات أكبر المسؤولين أو على مستوى القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني طرح قضية تايوان وما يحدث. الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدة مشكلات العلاقة مع تايوان، وهي أنها لن توقف مبيعات الأسلحة لتايوان، لن تجبر تايوان على التواصل مع الصين، ولن تكون وسيطا بين الصين وتايوان لحل هذه القضية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتبع ما يسمى سياسة الخداع الاستراتيجي، وهذه السياسة مبنية على مبدأ الصين الواحدة، هي تتبعها علنا وهذا مسجل وواضح، لأن ليست لها علاقات دبلوماسية مباشرة مع تايوان. بعتذر ولكن الصوت فيه مشكلة، استأذن حضرتك بس لو تعلي صوتك شوية يا فندم. الصين ليس لها علاقات دبلوماسية مباشرة مع تايوان، وإنما لها هناك حسن معهد الأمريكي هذا المعهد الأمريكي، ولديها مكتب تمثيل تجاري ومكتب ثقافي وعلاقات تجارية وعلاقات متعددة. هذا يشكل يعني جانبا سيئا جدا فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ترجو لهذا أو تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، لأنه تعتمد على أن تايوان جزء منها ومن ذاتها الخارجية، وأنها تعتمد دائما على مبدأ الصين الواحد، ولا تعتمد مع الزيارة التي تمت العام الماضي وزيارة رئيس المجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان، وما أحدثه ردود فعل عنيفة جدا. الصين تؤكد أنها لن تسمح بأي انفصال من قبل تايوان عنها، وأن هذا الانفصال خط آخر بالنسبة للصين، وأنها مستعدة لاستخدام القوة العسكرية التي تلوح بها دائما في هذه القضية. طيب حضرتك ذكرت أهمية تايوان للصين، خليني أسأل حضرتك السؤال بطريقة تانية، لماذا رفض تايوان المستمر للانضمام إلى الصين؟ طبعا هي دولة لها حكم مستقل وذاتي، ولكن يعني ربما هناك مصالح أعلى، ربما بضمها إلى الصين يكون هناك مثلا إفادة لها أكثر لاقتصادها أكثر، لماذا الرفض من قبل تايوان يا فندم؟ لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا. كانت تايوان تسمى هي وحتى هذه اللحظة جمهورية الصين، وكانت هي المعترف التي تعترف بها الأمم المتحدة حتى السبعينات عندما بدأت الصين هي التي تحتل فقط تايوان، وبدأت تعترفها رسميا. والصين كانت هناك حروب بين الصين وبين تايوان بين الحكم وبين الحزب الموجود في تايوان هذه اللحظة، ولذلك هناك خلافات تاريخية بين الجانبين. تايوان تنظر لنفسها انها دولة مستقلة وسفر خاص بها، ولكن غير معترف به دوليا. ولابد ان نعلم ان تايوان دولة اقتصادية، مقاطعة اقتصادية مهمة جدا وقوية جدا، وتأثير كبير جدا، ولها علاقات اقتصادية بدول العالم المختلفة، ومقدور ويسبب حرجة ايضا للصين في هذه النقطة ولبعض الدول حلفاء، لدرجة ان البعض لا يستخدم المصطلح التعاون مع تايوان، ما يستخدم دائما مصطلح التعاون مع الصديق التايواني.
بإشارة إلى تايوان. وبذلك تايوان هي مهمة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتايوان تقدر على نفسها إنها لديها كافة مقومات الدولة، لديها جيش قوي، لديها اقتصاد قوي، لديها موقف استراتيجي مهم في المحيط الهادئ. هذا الموقع هو الذي يجعلها مطمئنا بعض الدول السيطرة عليها أو الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تفر أبدا في التطبيق خطتها لأنها بالنسبة لها نقطة الاتكال في المحيط الهادي، وتستطيع من خلالها تحديد المصالح الاستراتيجية تحديد المصالح الاستراتيجية للصين في المحيط الهادي. إذن تايوان نقطة ارتكاز مهمة في العلاقات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية كأوراق ضغط أو كورك ضغط مهم على الصين. على الصين طبعا بشكل واضح، الى جانب اوراق اخرى كثيره كما يحدث في الصين. هل 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 هذا يا دكتور في اعتقاد حضرتك ما دفع يعني مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان منذ ايام في يعني تصريح شهير لي انه واشنطن وحلفائها الاسيويين سيدافعون عن استقلال تايوان بقدر ما يستطيعون؟ هذا تصريح رأيي هو تصريح سياسي أكثر منه عملي على مستوى الأرض. إذا حدث تدخل عسكري في تايوان، في رأيي هذا مستبعد خلال الفترة الحالية. لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذا النظام، لأنها إذا تدخلت ستكون هناك حرب عالمية، وهذا يعني غير مطروح في رأيي. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا في هذه النقطة بالتحديد إلى اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وفيتنام، وهذه الدول لها خلافات مع الصين على مجموعة. طب يا دكتور معلش يا دكتور، هو سؤال بس كمان مهم جدا، هو لو الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي دخول حرب مع الصين، لأنه طبعا العالم لا يتحمل مزيد من الحروب الحقيقة، وتبعات هذه الحرب ستكون مكلفة ومؤلمة على العالم كله، يعني لماذا تتجدد كل فترة بعض الخطوات من الجانب الأمريكي اللي ممكن البعض يشوفها فيها نوع من الاستفزاز للصين؟ أنا أذكر جيدا منذ شهور عندما زارت مسؤولة أمريكية تايوان، وهنا الصين اعترضت وقالت انه هذا في تاكيد انه تايوان يعني دوله مستقله ولا يمكن ضمها الى الصين، وكان حديث الساعه انذاك. هذا الحوار لن يتوقف، والعلاقات الامريكيه الصينيه ستشهد مزيدا من العمليات الشد والجذب بين الجانبين. هناك ملفات عالقه، الولايات المتحده تستخدم ملف تايوان على وجه التحديد لممارسه المزيد من الضغوط على الجنين الصيني وتشتيته اقتصاديا، لان الجانب الصيني حقق انجازات كبيره جدا خلال الاعوام الماضيه، وبات هو الخطر الاقتصادي الاول الذي يهدد الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى هذه ملف تايوان وغير الملفات على انها لابد ان تكون مصاره بشكل مستمر وموجوده على الساحه من جانب اخر، حتى ترهق الجانب الصيني وحتى ترهق الدبلوماسيه الصينيه، وان يكون دائما هناك اتجاه لهذا الملف، ويكون هناك تم برفع حائل الاستعداد لدى الجيش الصيني للشعب الصيني، وبالتالي زياده الاعباء الاقتصاديه على الصين الى جانب بعض الضغوط الاخرى التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه على الصين، ملفات اخرى في هونغ كونغ وتبي وغيرها، وبعض العقوبات الاقتصاديه التي فرضتها ومحاربتها لمنطقه الحزام والطريق. اذا ملف تايوان ليس الملف الوحيد الذي تقوم الولايات المتحده بتصرف الصين، وانما هو الملف الاكثر والابرز في هذه الملفات الشائكه الموجوده بين بكين وبين واشنطن، والتي لن تتوقف خلال المرحله المقبله. نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ طارق الصنوطي الخبير في الشؤون الاسيويه، شكرا لحضرتك يا فندم.